three, two, one, and liftoff of the Space Shuttle Discovery with the Hubble Space Telescope, our window on the universe. اليوم كيصادف الذكرى السنوية 30 من نهار طلعت ناسا تلسكوب الفضائي هابل اللي من ذاك الوقت بدأ كيصيفط لنا صور غيرت الطريقة باش كنشوفوا الكون بحال هاد الصورة اللي فيها تقريبا 10,000 مجرة واللي فيها شي مجرات بعيدة علينا ب 13 مليار سنة ضوئية. في هذا الفيديو غادي نخليكم تعيشوا مع أروع صور التقطها التلسكوب في مدار 30 سنة